وهو يحب يودني معنا بالمعلومات ويعاوني في الكورة، أنا يعرفني قد قد مع الكورة. لو كنت وشويش متاعك محمود يسمع لعبيت تبعت لي رانا نسمع في محمود، محمود نيتو أنه يعاوني باش يخليني يمكن أكثر ملمة بالكورة. مرسي بوكو محمود، وذي الحاجات اللي ما تراوهمش في الإكيب قاعدين نعاونوا بعضنا، المنضبط حاج منصب بن سعيد وبقية الفريق. طيب نمشيو نحكيو يا جماعة على الطبوبي اللي عنده توا ساعتين وهو أميمة، ما نشوف نحكيو على الطبوبي، هنمش نحكيو عليه توت سويت في الكونسي. كونسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اللي دخل البارح في إذاعة موزايك وصرح تصريح بخصوص قيس سعيد والمرحلة الحالية، خلينا نسمعه إيش قال. بالنسبة لنا للوضع السابق اللي مرينا به اليوم الناس تسوق فيه كاين يجنن أنه قادر أني باش ينقذ تونس ونقدموا به في المناكفات والغوغائية والفولكلور اللي فهمنا فيه سنور الدين، فهمنا فيه متفقين فيه متفقين فيه ولا اللي موجود توا في سامحني نقولها أني شعبوية خارج السياق تاع القرن الواحد والعشرين، خارج السياق خارج السياق راهو قاعدين نحكوا فيه وقاعدين نتعاملوا به، ماهوش اليوم تاع القرن الواحد والعشرين. فاليوم هذا نفس الشيء في التخوين والشعبوية والسب والقدح والتخوين والدنيا، هذه الكل سير هذه الكل قاعد صاير. اليوم راهو في حاجه الى عقل سياسي محنك قادر اني يجمع التونسيات والتونسيين حول رؤيه عقلانيه واقعيه اللي قادرين باش نجحوا فيها الكل ونتحملوا فيها مسؤوليتنا الكل. هذا اليوم رئيس جمهوريه يقول لك انا ما يحكي معي حد، يا سيدي طيب انتخبك الشعب نحترم اراده الشعب، لكن محمول عليك استحقاقات وواجبات يلزمك توفرها لك كتونسي. يقول الطبوبي الرئيس خارج سياق القرن 21، بعد شوي نحكيه على وكالة التبغ ولا وقيت. تعليقك حاتم. هو راهو أنا عندي مشكلة مع السياسيين ولا هكا الناس الفاعلين السياسيين في الوطن العزيز هذايا، عندي مشكلة مع الناس اللي ما يقبلوش يحكيوا على البيلون تاعهم، خاطر في البارتي هذية بالطبيعة هو تفهم علاش كان مع المسار متاع 25 جويلية من الأول، خاطر تخلص من معناها تيار سياسي ما يتفهمش معاه جملة وعندهم عركة من الجامعة الاتحاد والإسلاميين يتعاركوا من اللي يحلوا عينيهم في الشأن السياسي في الفاك. أما وقت يسألوا الياس على قالوا أنت مسؤوليتك في العشرية اللي تحكي عليها سوداء، هل المطلبية اللي كانت كبيرة في الاتحاد، هل الزيادات اللي كانت معناها غير منطقية في وقت بلاد مخسورة، هل معناها استغلال ضعف الحكومات باش انت منظوريك تشيخهم كما نقولوا بلغتنا الدارجة، هذاك ما جاوبش عليه. ليه ما هوش هو ما خطيه، انسان ما يستعرفش بالخطأ متاعه القديم ما عادش نعطيه وزن سماح. المسؤوليه مشتركه تراها سونيا. اليوم الطبوبي يلزم يلوم على روحه زاد قبل ما يلوم على الرئيس قيس سعيد. لا هو اكيد انه وقت اللي يحكي على السنوات اللي الفتره ذكرها بالغوغاء وصفها بالغوغاء، الاتحاد كان جزءا من الغوغاء، خاطر احنا التخميره نتاع الثوره الناس كل تخمرت، الناس كل تخمرت وشفنا العجب العجاب. تبقى أنه التمشي متاع الاتحاد والمطلبية المجحفة ساهمت في أن اليوم زادا نكونوا عندنا أزمة اقتصادية بطبيعة الأمر، سوء التسيير والرعوانية اللي دائبنا عليها تلت العشر سنوات الفارطة ساهمت أكثر، خاطر هما في السلطة. لكن وقت تبدا الدوله ضعيفه ويبدا اتحاد قوي والناس الكل في التخميره نتاع الثوره تصورت لي احنا الكل راهو الناس الكل باش تستغنى واحنا راهو الفلوس بير بلقاع نجبدوا كيف ما نحبوا ونصربوا كيما نحبوا، اليوم وصلنا الوضعيه هذه، دونك واجب انه كل واحد يتحمل مسؤوليته. بقى في الجانب الاخر المتعلق بخطاب باللي قالوا الأمين العام للاتحاد، تشوف فما تصعيد كبير ما تعودناش على نور الدين الطبوبي يعني يحكي على الشعبوية وهو يقصد بالأساس رئيس الجمهورية، خاطر ما نش نحكيه على السلطة التنفيذية قال هو الرئيس خارج من بعد من القرن 21 ومن بعد قال
قال خطاب خارج سياق القرن الواحد والعشرين، وقت يحكي على التخوين والسب والشتم يحكي على رئيس الجمهورية، وهذا كل ما يتسم به رئيس الجمهورية. مع الأسف خطاب شعبوي يحكي لنا ساعات حاجات، وعنده وقت اللي رمزيات يرجعنا لعمر بن الخطاب، يرجعنا تحسه فعلا خارج التاريخ. يعني حتى الـ الرموز اللي يستعملها رئيس الجمهورية تحس معناها بي على على رؤوسنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما رانا في القرن الواحد والعشرين، نقفل الجانب هذا، وخاصة التخوين والسب والشتم اللي حتى في المحافل رئيس الجمهورية لازم يتحفنا بالسب والشتم لكل من يعتبره والاتهامات ماهوش مؤمن بمسار 25 والاتهامات. مش تعرف كلام عبد الدين طبوبي صحيح؟ أول مرة الحاج يقول صحيح الرئيس عنده برشا شعبوي ويوخت كلام. عمري ما قلت كلام هذايا والطبوبي قاعد يغني على ميمة. وحاجة أخرى مهمة، قال محتاجين لرؤية عقلانية، وكأنه السيد نور الدين الطبوبي يقول بما أنه رئيس الجمهورية ما عندوش غير قادر عن أنه يكون عنده هالرؤية العقلانية يجب تعويضه. نمشيو لإيزي خلي الحاجة خلي الحاجة حاجة عندك ما تنقد الرئيس عندك ما تنقد في الرئيس شبيك يا بنتي هبلت شبيك الرئيس يقول كان صحيح الطبوبي أنت محي مع الأرياح كان مشى للقصر يخرج يقول هو الرئيس كذا يقول اسمع سي نور الدين شد اللوجيتي خدمها بالقدا ونحينا ما كل الدنيا كل من الفعفعات وكل شيء وخلي الرئيس يخدم من هنا بالقدا ومع بعضكم اثنين ان شاء الله ننهضوا بتونس ان شاء الله.